عام 1959 تم الإعلان عن الجمهورية القبرصية، أي منذ 61 عام من الآن، وبعد 15 عاما من ذلك التاريخ تحديدا في 20 من يوليو 1974، الجيش التركي يغزو الأراضي القبرصية ويرتكب جرائم حرب ضد المواطنين القبارصة. ينتهي الأمر باحتلال الجيش التركي لجزء من الأراضي القبرصية، وفي 15 من نوفمبر عام 1983 تعلن تركيا إقامة ما أسمته بجمهورية شمال قبرص التركية، تلك الجمهورية التي لا يعترف بها العالم باستثناء أنقرة. وأمس استيقظت قبرص على صفارات الإنذار بمناسبة مرور 46 عام على غزو القوات التركية لقبرص، والتي ما تزال مستهدفة من أنقرة. وبمناسبة هذه الذكرى، الذكرى 46، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس بعد 46 عاما من الغزو التركي، ما زال جرح قبرص ينزف، وأنه لسوء الحظ ما تزال المنطقة مستهدفة باستفزازات من قبل نفس الجاني، في إشارة إلى تركيا. فيما طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. عبر سكايب من بروكسل، الأستاذ رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات. أهلا بك أستاذ رمضان على شاشة إكسترا نيوز. مساء الخير. إذا نتحدث عن هذه المشكلة المزمنة، يعني منذ الإعلان عن الجمهورية القبرصية تتحرش بها تركيا إلى أن غزتها وقامت بإنشاء هذه الجمهورية التي لا يعترف بها العالم، تعترف بها أنقرة وحدها، هذه الجمهورية القبرصية التركية. إلى الآن ما زالت تركيا تنتهك يعني مقدرات قبرص، تنقب بشكل غير شرعي في المياه الاقتصادية القبرصية، تحتل قبرص. برأيك إلى أي متى يمكن أن يسكت الاتحاد الأوروبي بالذات وهو معني بشكل كبير عن هذه المشكلة؟ تحياتي لك ولمشاهدي إكسترا نيوز الكرام. الجرائم وجرائم الاحتلال والاستعمار وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. نعم. وأيضا الاتحاد الأوروبي إلى في كل محفل وفي كل اجتماع يوجه أصابع الإدانة والاتهام بل إلى تركيا. بل بالأمس رغم تباين المواقف الأوروبية، زعماء أوروبا في اجتماع لمدة 5 أيام، خلافات طاحنة على الموازنة العامة، إلا أنهم مروا مرور الكرام بتوافق غير مسبوق على إدانة تركيا، بل على فرض عقوبات على تركيا. وصراحة بناء على طلب اليونان، أعلن رئاسة المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سوف يحافظ على مصالح ويحمي مصالح أوروبا، سواء في المياه الاقتصادية القبرصية واليونانية وفي أي محفل آخر. وزادت كان أكثر وضوحا عندما تحدث البيان أنه لن تقبل أوروبا بوجود قواعد عسكرية تركية أو روسية مقابل حدودنا الجنوبية. إذن تركيا هي التي وضعت نفسها في مواجهة مع دول الاتحاد الأوروبي. نعم، ولكن يبدو يعني أستاذ رمضان أن تركيا لا تأبه كثيرا لهذه المواجهة التي تتحدث عنها، هي تمسك بورقة اللاجئين التي تضج مضجع يعني الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وهذا ما يجعل العقوبات هي عقوبات غير قوية غير حاسمة. عادة القارات الأوروبية في المواجهة تذهب تدريجيا، وبالأمس كانت أوروبا ليس لديها خطة للتعامل مع سلاح اللاجئين الذي استطاع أردوغان أن يبتزل الأوروبيين عام 2016. أما اليوم الإدارة الأوروبية الحالية تتعامل بقوة في ملف اللاجئين، واستطاعت إفراغه من قوته، حيث أنه قام أردوغان في شهر يناير الماضي بفتح الحدود ل 160 ألف مهاجر في يوم واحد. نعم. وتعاملت أوروبا بشكل ذكي ولم تدعن إلى إملاءات أردوغان. على العكس، أردوغان اليوم هو في مأزق، ومأزق كبير. عندما ذهب إلى بروكسل طلبا للعون الأوروبي في مواجهة الدب الروسي في إدلب، رفض الأوروبيون إسناده لا ماليا ولا عسكريا. وعندما تحدى أوروبا وذهب وانتهك اتفاقية برلين محملا الميليشيات والأسلحة وجهة ليبيا، الأوروبيون قاموا بعقد عدة اتفاقيات داخلية لا تسمح لأردوغان بالاستفادة من المدى البحري والمائي، الذي كان يعمل بسرقة غاز وبترول ليبيا من خلال اتفاقيات
أو ذكرت تفاهم مع حكومة السراج الذي أصبح الأوروبيين يشككون بشرعيتها لضرب أردوغان سياسيا. ما يستفيد منه أردوغان الآن ليس الصبر الأوروبي ولا الصمت الأوروبي، لكن هو يستفيد من الصمت الأمريكي الذي يفهم على أنه موافقة أمريكية لأردوغان بالانتهاكات التي يقوم بها في ليبيا وفي شرق، في بالتنقيب على الغاز في شرق المتوسط. أوروبا تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، لا تريد أن تصطدم بالأمريكان، ولكنها أوروبا غير راضية عن الأداء الأمريكي. أوروبا اليوم هي أقرب إلى الدول العربية، وهناك شبه توافق في المواقف السياسة الخارجية مع مصر والسعودية والإمارات في ملف القضية الفلسطينية وفي ملف ضد تركيا، وكل هذه الملفات الثنائية التي يوجد تطابق في وجهات النظر الأوروبية العربية تؤهل إلى مرحلة قادمة في التحالفات. أردوغان سوف يقدم طلب الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي ويستفيد من معونات مالية هو خسرها مؤخرا، ولم يعد بالإمكان قبول ملفه كشريك عندما يقول بيانات المتعددة للبرلمان الأوروبي المفوضية للمجلس تقول أن تركيا تشكل خطرا على أمن واستقرار أوروبا. نعم، إن أوروبا اليوم تعي جيدا أن تركيا هي خطر حقيقي ويجب مواجهته. انتهى بالأمس أو صباح اليوم الاجتماع الخطير الذي كان يمكن أن يحصل في مستقبل أوروبا بتوافق أوروبي كبير على الموازنة 2021-2027 وموازنة إنقاذ، والآن تفرغ القادة الأوروبيون وبخاصة فرنسا وألمانيا للملف السياسة الخارجية الذي من أولوياته مواجهة أردوغان، مواجهة الصرف التركي. وأعتقد أن أوروبا لم تقل كلمتها بعد في الملف الليبي ولا في ملف تنقيب الغاز. سوف يدفع ثمنا كبيرا أردوغان. كانت أوروبا تنتظر هذه القمة لكي تصلح من بيتها الداخلي، تعيد عجلة الاقتصاد من جديد، تعيد الثقة إلى المواطن الأوروبي بعد جائحة كورونا وما تركته من أثار. اليوم أردوغان في مهب أو في مواجهة اقتصادية وأمنية، وهناك عدة خطط أوروبية لمعاقبة أردوغان بعقاب مؤثر ولو كانت بطيئة ولكنها مؤثرة. طيب، يعني ذكرت دول مثل فرنسا وألمانيا أستاذ رمضان، نعلم كثيرا أن فرنسا غير راضية تماما عن كل هذه التصرفات التركية، خاصة بعد التحرش التركي بفرقاطات فرنسية ضمن العملية إريني. هي ترى الآن أن تركيا يعني دولة تنتهك الحقوق، تنتهك الدول، سيادة الدول، تتحرك الحقيقة في هذا المجال بشكل كبير. هل تعتقد أنه في الفترة القادمة من سيقود هذه الحملة، هذه العقوبات إن وجدت على تركيا، سوف تكون هذه الدولة هي فرنسا؟ أعتقد أن فرنسا وألمانيا هم جناحي أو هم رئتي الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية. نعم، ولكن الأمر يختلف بين فرنسا وألمانيا فيما يتعلق بالتعامل مع تركيا. بعد قمة الأمس بالإطلاق لا، سوف تكون سياسة أوروبية موحدة. كان الهم الذي يشغل بال الأوروبيين والألمان بالذات هو الشأن الداخلي. فرنسيين كانوا متقدمين أكثر من الألمان في الشأن الخارجي، ولكن ألمانيا تشعر بخيانة من أردوغان لاتفاق برلين الذي وقع في عاصمتها، وكان بحضور تركيا التي هي انتهكت هذه الاتفاق وقامت فورا بعد هذا الاتفاق بنقل أكثر من 12 من ألفا من الميليشيات متعددة الجنسيات ومعظمها من السوريين، ونقل أسلحة إلى ميليشيات إرهابية. ومن ثم هناك قوات، تقارير أوروبية تثبت أن هناك قوات وخبراء وضباط ووزير دفاع تركي يتواجدون في مناطق المعارك، وهذا كله على خلاف مؤتمر برلين الذي وقعت فيه تركيا بحضور رئيسها أردوغان. لم يعد يثق لا الألمان ولا الفرنسيين بالتركي أو القيادة التركية. هناك أيضا أزمات أخرى بين ألمانيا وتركيا، هناك المئات من المواطنين الألمان معتقلين في تركيا، من يحملون معظمهم من الأتراك الذين يحملون الجنسيات الألمانية، ولكن هم أمام الحكومة الألمانية هم مواطنون ألمان. وهناك عمليات اعتقال واختطاف قسري لمواطنين ألمان في تركيا، وهناك عمليات تتبع وتجسس وجوسسة داخل الأراضي الألمانية يقوم بها مجموعات أردوغانية تأخذ شكل هيئات مساجد، هيئات علماء دين، جمعيات جمع الأموال، ولكنهم بالأساس هناك تقرير أمني ألماني تحدث عن أن هذه النشاطات هي تتبع للسفارات والجهاز المخابرات التركي، ومن غير المقبول ألمانيا لتركيا أو لغيرها ممارسة هذه النشاط، وتعرض جزء منهم للاعتقال والتوقيف قبل شهرين في ألمانيا، ولا زالت التحقيقات سوف تطال. آلاف الأتراك الذين يعملون لجهاز المخابرات
التركية في الأراضي الألمانية للتجسس ومتابعة المعارضة التركية في ألمانيا. طيب بالعودة إلى قبرص مرة أخرى أستاذ رمضان، الآن بعد أن قلت يعني أو ذكرت هذا الاجتماع الهام الذي يعني تم على أساسه الموافقة على الموازنة ترتيب البيت الداخلي الأوروبي، إذن هذه المشكلة القبرصية هي مشكلة أوروبية أيضا بالأساس، هل تتوقع أي تحرك أوروبي تجاه هذا الاحتلال التركي لشمال قبرص؟ عمليا هناك طلب رسمي من اليونان ومن قبرص الى القمة الأوروبية للوقوف الى جانب الدولتين في مواجهة التعديات التركية على المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية القبرصية واليونانية، وهذا ما تم التجاوب معه ايجابا من قبل القمة الأوروبية. من المبكر الحديث عن إجراءات الوضع القانوني لقبرص التركية أو قبرص اليونانية، هذه مشكلة شائكة وهذه مشكلة اعتمد الأوروبيون والأتراك حلها لدى الأمم المتحدة التي لا زالت تضع قواتها وخط فاصل هناك. أما الموقف الأوروبي من الأكيد هو موقف سوف يناصر جزءا من الجسم الأوروبي هي اليونان، جزءا من الجسم الأوروبي قبرص. أكيد أن الموقف الأوروبي سوف يكون مساندا بالكامل بكامل مساندته إلى الشريك الأوروبي قبرص وليس تركيا. تركيا اليوم هي هناك عدة مواضيع خلافية وعدائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ملف حقوق الإنسان وتدهوره، الاعتداء على القضاء، الصحفيين، المجازر التي قامت بها تركيا في شمال شرق سوريا، الاعتداء على مياه المتوسط، خيانة المواثيق الدولية ومؤتمر برلين، انتهاكات في ليبيا، نقل ميليشيات، تهديد وفتح استخدام سلاح اللاجئين، كل هذه الملفات التي اعتدت بها تركيا على أوروبا لا يمكن لأوروبا أن تغفر لتركيا. ولكن يجب أن يعلم الجميع وخاصة المشاهدين في الشرق الأوسط والمستمعين أن أوروبا لا تتخذ قراراتها بردات فعل سريعة ونارية، هي تأخذها بعد تأني، تقوم بخطوات مراسلات، بخطوات دبلوماسية، ومن ثم تقوم بالتهديد، ومن ثم بالعقوبات، ومن ثم عقوبات أشد، إلى أن تصل إلى المواجهة المؤلمة. وأردوغان كان يستفيد من هذه بهذا التدريج في هذه الإجراءات لعدد الأوروبيين، ولكن الآن الوقت ليس في صالح أردوغان، وخاصة أن هناك أيضا تحركات أمريكية مؤخرا في آخر ساعات تدل على أن الأمريكي أراد أن يعود للمشهد فوق الطاولة وليس من خلف ستار كما كان في الأسابيع الماضية. وقد فهم الصمت الأمريكي بأنه تفويض لأردوغان بهذه الانتهاكات، ولم يعجب هذا الأمر الأوروبيين الذين انتقدوا الموقف الأمريكي. وأيضا يبدو أن الموقف العربي خلف الموقف المصري كان شديد اللهجة، ويبدو أن الأمريكي استشعر أن هناك حربا طاحنة سوف تكون في ليبيا، لذلك هو يتحرك. لكن الأوروبيون بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية لن يغفروا لأردوغان ما فعله في السنوات الماضية. نعم، وهذا هو السؤال الأخير لك أستاذ رمضان، يعني هل القرار الأوروبي ما زال مرتبطا كل الارتباط بالقرار الأمريكي، أم هناك هامش حرية لأوروبا لكي تتحرك بعيدا عن القرار الأمريكي فيما يخص الشأن التركي؟ وليس هامش حرية، هناك نفور تام، هناك موقف. نعم، هناك نفور تام، ولكن عند التنفيذ على الواقع أوروبا دائما ما ارتبطت بالولايات المتحدة في هذه الأمور. أعتقد أنه حقبة الرئيس ترامب غيرت الكثير في السياسة الخارجية الأوروبية، هناك رفض أوروبي للخروج من اتفاقية المناخ فعلها ترامب، هناك رفض أوروبي لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ورفضها الأوروبيون، وهناك رفض أوروبي إلى عملية الضم، وهناك رفض أوروبي لسياسات أردوغان، هناك رفض أوروبي إلى الحرب في ليبيا، هناك رفض أوروبي لنقل قوات، وكل هذه تعترض مع المواقف الأمريكية. إذا أوروبا لديها سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة في حقبة ترامب. كان هناك في الماضي توافقات أوروبية أمريكية نظرا للانسجام بين الحليفين، ولكن سياسة الرئيس ترامب الذي عزز فيها من موقع أردوغان في المنطقة على حساب الحلفاء العرب وعلى حساب الأصدقاء والحلفاء الأوروبيين الاستراتيجيين جعل من موقف أوروبا يختلف تماما في ملف تركيا عن السياسة الأمريكية. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل الأستاذ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات.